نقلت صحيفة ذا ناشيونال نيوز عن وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية وعضو اللجنة الحكومية لتبادل الأسرى مجد فضائل إن الحوثيين يرفضون إطلاق سراح صحفيين المعتقلين أو حتى التحدث ومناقشة هذا الأمر في المفاوضات الجارية. وأوضح فضائل بأن الحكومة ما زالت في المراحل الأولى من المحادثات وأن هناك 2223 اسما لسجناء سيتم تبادلهم بين الجانبين. وطلب ميليشيات الحوثي بالإفراج عن 800 من القوات الحكومية مقابل 800 سجين من الميليشيات. المسؤول اليمني أوضح بأن الحكومة قبلت بشروط الميليشيات الحوثية ولكن الميليشيات يصعب التعامل معها، عدا عن أنها تطيل أمد الاتفاق وهو ما يعطل مسار المفاوضات، على الرغم من أن الحكومة كانت تأمل الإفراج عن المساجين بحلول شهر رمضان المبارك، وحذر بدوره من إفشال المفاوضات بسبب قيام ميليشيات الحوثي باستئناف محاكمة الصحفيين الأربعة الذين صدرت بحقهم أحكام إعدام ومجموعة أخرى من الأسرى بالتزامن مع بدء المحادثات، حيث أنه يرى في ذلك رسالة سلبية تعكس النوايا الهادفة إلى إفشال أي جهد لإنهاء المعاناة وتحقيق خطوة إضافية نحو السلام.